السلام عليكم يا استاذ. وعليكم السلام ورحمه الله. معلش ناخذ وقتك شويه. تفضل. يا اخونا نحن شفنا انك ارهاق وتعب باين عليك ويبدو انك حتى مش في المنطقه يعني. نعم. شنو اللي خلاك تسجيل وكان في المنطقه ومن غير هذه المنطقه؟ شنو رسالة تحب توجهها للنواب والشعب؟ اولا صحيح احترام والتقدير من حشود الجماهير الحاضر الذي يطالب بالتغيير والتطهير ويطالب بالانتخابات البرلمانيه الرئاسيه والبرلمانيه من اجل هذا الشعب الذي عانى كثير من مشاكل اقتصاديه، عدم التكوف والسيوله، ارتفاع الاسعار، ارتفاع التيار الكهربائي وغيرها. نحن تواجدنا هنا في طبرق من اجل ان يعاد النظر، ان يتمسكوا باعاده التعيين للانتخابات الرئاسيه والبرلمانيه. حتى البلاد كلها في رده وطلبتها حتى الى وقتها. شكرا بارك الله فيك. شكرا بارك الله فيك.